مساء الخير لكل مشاهدينا واهلا بحضراتكم. حلقه جديده على الهواء مباشره، والستات ما بيعرفوش يكذبوا. طبعا بعد الحادث الاليم اللي شفناه امبارح، اسمحوا لنا ان احنا نعزي نفسنا، نعزي كل المصريين اللي استشهدوا امبارح. دول مصريين ما نقدرش نقول حاجه غير ان احنا في حاله حرب، وان احنا مكملين الطريق رغم ان ناس كتيره جدا عايزين يوقفونا في النص. بيتعاملوا وبيستعملوا كل حاجه، يعني احنا بقالنا شهر بجد بيتعمل فينا كل حاجه علشان خاطر يرجعونا لورا. بيحاولوا ان هم يبوظوا المؤتمر الاقتصادي اللي جاي، بيحاولوا ان هم يشككونا في نفسنا. لكن اجمل حاجه في المصريين، ودي اللي انا معتمده عليها ودي اللي انا مؤمنه بيها تماما، ان احنا وقت الجد بنحس ان الموضوع جد، فبالتالي بنفضل واقفين جنب بعض وايدينا في ايدين بعض وكتفينا في كتف بعض. مره تانية احنا بننعي نفسنا وبننعي المصريين كلهم في الحادث الاليم ده، لكن مكملين مصممين على الانتصار مهما كلفنا من ارواح. ولو 21 هم اللي راحوا امبارح، لسه مكملين ولسه بنقدم اكتر، لان احنا بالملايين. يعني ما عنديش حاجه اقدر اقولها اكتر من كده غير مساء الخير. انا كمان اعزي كل المصريين في اولادنا ضحايا الجريمه الارهابيه البشعه اللي خلتنا كلنا ننزف دم مش دموع امبارح، لكن الحمد لله ربنا اثلق قلوبنا على الفجر. كانت قواتنا الجويه وجيشنا المصري العظيم دايما في كل وقفه زي ما تقول مفيده، دايما في الازمات بيبان هو ده الجيش المصري اللي مش هيحمي مصر بس، هيحمي كل العالم، هيحمي كل العالم ويطهر العالم من الارهاب. حقيقه يعني طبعا لا شكر على واجب لجيشنا وقواتنا الجويه، لكن عايز اقول يعني تحيه، وتحيه مصر، تحيه من قلوبنا جميعا، وتحيه مصر ان هم مش خدوا بس حق شهداء امبارح او اللي هم اتقتلوا من يومين، واحنا شفنا الفيديو امبارح، لكن خدوا حق كل ام لسه بتبكي على ابنها طول السنين اللي فاتت دي كلها. بنقول لها البيان ده كان من رساله الرئيس مش لبتوع امبارح بس، لكن حقيقه كان لكل شهدائنا، كل اولادنا. بتحيه لكم من كل قلوبنا وتحيه مصر. اسمحوا لنا ان احنا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نكمل حوارنا مع حضراتكم. نرجع مرة تانية مع حضراتكم، وكان منى قبل الفاصل طبعا بتتكلم على الضربة الجوية اللي واجهها الجيش المصري لأماكن تواجد داعش. وإحنا طبعا على قد ما إحنا يعني زي ما تقول ايه حد طفى النار بتاعنا، لكن ما زال المواطنين وشعب مصري غضبان. احنا ما زلنا عايزين ناخد اكتر، ننتقم اكتر، لكن اكيد القيادة بتاعتنا عارفة اكتر مننا ان العقل بيقول ان احنا امتى وفين وازاي. احنا واثقين جدا في القيادة بتاعتنا، احنا واثقين جدا في ان انتوا هتعملوا الصح، لكن مهم قوي ان المصريين يبقوا موجودين جنب بعض. احنا في وقت بنحارب، احنا ما بنتدلعش، احنا مش محتاجين دلوقتي ان احنا نبقى مختلفين على وجهة نظر عقيمة ملهاش اي لازمة. دلوقتي مصر بتقول لنا كلنا نبقى ايد واحدة، كلنا متحدين، وزي ما منى بتقول تحيا مصر. عايزين نقول انه ساعات السكات ضبط نفس، ساعات الناس اللي بتزايد وتقول اغضب واعمل وفجر، بالراحة يا جماعة. احنا معانا جهاز مخابراتي جامد جدا، ومعانا جهاز جيش قوي جدا، ومتنسوش ان رئيسنا كان قائد الجيش، ودلوقتي هو قائد الاعلى للقوات المسلحة، يعني عارف يعني ايه ضبط النفس، وعارف يضرب امتى ويعمل امتى. انا امبارح من البيان، من الكلمة اللي قال فيها مصر ليها الحق الرد في الوقت اللي هي تراه مناسب، انا فهمت ان هو طبعا هم عارفين يعني، بس مش ممكن حد بيحارب هيقول انا هحارب. لا طبعا هو مصر يعني، وانا اعتقد واللي احنا بنسمعه ان دي مش اول واحده واخر مره، لا ده هيبقى فيه ضربات متتاليه. لكن مهم جدا ان المصريين امبارح، يعني انا بحيي قواتنا المسلحه، لان عارفين المصريين كانوا عايزين يحسوا ان حد اخد بطارهم الوجع. احنا عمالين ناخد ضربات متتاليه، وكنا عايزين نحس ان احنا نقدر نرد. اعتقد ان كل مفيش حد النهارده من اللي ماشيين في الشارع ومصريين بيتفرجوا علينا مش حاسس ان هو مش كله ولو جزء من الغضب بتاعه يعني
طبعا يعني هدي هدينا سنة مش كتير لان الفيلم طبعا بصي انت لو قولي في بعض الناس كده ممكن اكلهم بسناني. في بعض الناس كانت شغلتها امبارح برضو على مواقع التواصل والفيسبوك وغيره وغيره، فين بقى اللي فركت كعبه في الكلام الفاضي ده؟ اشتغلوا في شغلكم، خليكوا في شغلكم، كفايه كتابه على الفيسبوك. بس عايز اقول شغلنا النهارده يعني اجتهد اعمل حاجه. النهارده اللي كتب ده ولا سامعين حسه خالص طبعاً. من امبارح من الفجر من الساعه 5 النهارده محدش سمعنا حس الحد ان هو بيزايد، لان موضوع المزايدات وبتاع في صديق ليا بيقول لك في الوقت اللي الرئيس قال كلمته في الوقت اللي نحدده او في الوقت الامثل حق الرد قعدوا يتريقوا. للاسف شديد احنا مش محتاجين ده دلوقتي، يعني كل واحد فيلسوف وكل واحد شايف نفسه ان هو فاهم، احنا بنقول له من فضلكم بلاش مناظرات على الفيسبوك. وشايفين الجيش شايف من بدري يعني. وعايزه اقول حاجه كمان 30/6 ليه؟ وعشان شايف كل البلاوي دي. الناس اللي بيكلموا على الفيسبوك مش عارفين حاجه، ما هي الا مجرد مزايدات رخيصه ملهاش لازمه. وقت الجد الجيش المصري اتصرف، حكم، طلع، محدش حس. انت عارفه يعني ايه في غضون 3 4 ساعات تحضري كتيبه وتطلع وطيارات وتطلع وترجع تقتحمي اماكن ذخايرهم ومخازنهم؟ انت عارفه ده معناه ان احنا يعني بيقولوا انه ضربوا ناس مدنيين وكلام فاضي ده؟ لا هو عارف ده. يعني لما يجي امن بلدي ما تحاولوش تروحونا يعني لامن البلد والاستقرار مصر كله في دقليها. شكرا لان هم يعني فعلا لا شكر على واجب، بس يعني بجد التلويح والترويع بالايد الشمال دي اللي مش بتاعت المسلمين ولا المسلمين يعرفوها خالص، التلويح والترويع ده كلام فاضي، ده مش بتاع مسلمين. واحنا يعني زي ما الازهر قال وفضيله المفتي وكل الناس قالوا انه فعلا الاسلام بريء من كل ده، ويا ريت ما نقولش بقى داعش الاسلاميه خالص، يعني نقول اي حاجه تانية بقى ارهابيه، قولوا اي حاجه منى، بس ما حدش يجيب سيره اسلام خالص. كل الجامعات اللي هناك دي جامعات موجوده، داعش ايه؟ هم هيستهبلونا؟ الموضوع اوسع من كده، ونسيبه بقى الموضوع اكبر من كده. بس احنا طبعا مش هنتكلم في السياسه، عايزين نتكلم عن الغضب. عايزين نقول ان امبارح احنا حسينا بغضب قواتنا المسلحة قدرت ان هي يعني ايه تمتص جزء من الغضب. هل احنا بقى نقدر دلوقتي ان احنا نسيطر على باقي الغضب اللي عندنا؟ هل احنا المصريين اللي قدروا ان هم ينزلوا في 30/6 اللي قدروا ان هم يقفوا دلوقتي كتفهم في كتف بعض ان احنا نتحكم في موجة الغضب اللي عندنا؟ انا عارفة ان هي قاسية، انا عارفة ان مهما قلنا من كلام مش هيطبطب ولا هيريح قلب الامهات اللي شافوا ولادهم، وكانت منتهى القسوة اللي شافوهم امبارح. لكن كنا احنا سؤال مهم مش جدا، مش من عيلتنا ولا من قرايبنا، كنا كلنا. هل تقدر تتحكم في غضبك؟ ده سؤالنا النهارده. طبعا اداره الغضب دي موضوع مهم جدا، موضوع بيدرس في العالم. انا من الشخصيات اللي ما اقدرش، وخصوصا لا ليه وخصوصا لو كنت يعني في المطبخ كمان، يعني انت ربة البيت او مسؤوله عن البيت. اقول لك حاجه منى، لازم لما يكون ولادك في خطر تعرفي تفكري في لحظه الخطر. بمنتهى الامانه انا ما نمتش خالص طول الليل، وكنت يعني بعد ما شفت الفيلم مش الغضب اللي هو قلت ايه احنا كام، احنا حاجه و90 مليون، ايه 14,000 ارهابي موجودين، يعني هياخدوا مننا قد ايه؟ ما احنا كلنا نروح نتطوع. عارفه اللي هو انت عايزه تعملي حاجه شحنه فعلا عايزه. بعد ما صحيت من النوم وانا طول الليل على الفيسبوك، انا بعد من الساعه 3:30 كده كانت صحفيه كويتيه هي اللي قالت ان حاليا بيتم الاستعداد لضربه جويه على معاقل داعش. عارفه تحسي انك، انا فضلت قاعده بقى، انا كل غضبي بقيت موجهه للفي، انا عايزه اعرف، انا عايزه اشوف صوره انا واصله في مرحله غضبي ان انا عايزه اشوف صوره لقتله غصب عني. يعني على قد ما انا مؤمنه بالله، وعلى قد ما انا عارفه ان هم كلهم شهداء وان احنا مصريين هنستحمل اكتر من كده واضعاف، لكن انا واصله لمرحله ان من كتر غضبي لا، انا عايزه اشوف بقى دم عندهم زي ما احنا بيوصل لنا. وده مش مفروض ان انا اقوله اعلاميا، لكن كمواطنة مصرية انا من حقي. احنا اطلقنا سؤالنا على الفيسبوك بيقول لا هل بتقدر تتحكم في غضبك؟ تشوفوا بقى تعليقات اصدقائنا على الفيسبوك. وسالي رضا بتقول لا وخصوصا لو على بلدي ممكن اتحكم في حياتنا، اما على بلدي لا، الله يرحمهم ويكونوا شهداء عند ربنا نحسبهم كذلك. يعني بتقول لما بتبقى مشكلة بلد، مشكلة بيت بحاله، يعني مش انا لوحدي هقعد اعيط على مشكلة عندي. لا نقدر نستحمل اي مشكلة في بيوتنا، لكن والله لما بتيجي حاجه تمس بلدنا
ما بنقدرش احنا يعني. انا الزلزال اللي عندنا احنا من كام سنة ان انا في الزلزال وقفت الملم ولادي وحاجتي المهمة وما نهرتش عشان لازم انزل وانا عندي دماغ كويسة يعني. اهو ده زلزال هزلزلنا بس خلينا نقف وقفة بس وقفة كويسة. زلزال انت بيضرك شخصيا لكن لما في زلزال يضر بلدك الانتباه بيبقى اكتر. كلنا على قلب رجل واحد. الغضب بيبقى اقوى شخص. هو دلوقتي هم المصريين كده. ما هو دي مشكله الناس اللي بيبصوا لنا من بره. هم مش فاهمين طبعنا احنا في الاوقات اللي زي كده لا نتفرق يعني. احنا بجد منتهى الوحده. احنا كلنا انت لو شفتي النهارده على الفيسبوك كل الناس بيتكلموا بنفس اللغه. انا عايزه وكانك ونخلي بقى كل واحد يفهم في شغله والمخابرات والجيش وكده ونبطل طبعا ده. لكن بعد الضربه الجويه دي بعد الضربه تحسي ان المصريين كلنا بنتكلم نفس اللغه. كل الموجودين على الفيسبوك احساس بان في حد رضاهم وده مهم جدا. هنا حسن تقول لا مش بعرف اتحكم خالص في غضبي لو سكت ما طلعتش الجوايه ببقى شايطه من جوايا. وفاء بتقول لا طبعا احنا بنبكي مثل اهاليهم والله لغايه الفجر على الوحشيه والبربريه حسبنا الله ونعم الوكيل. كل البيوت كانت سهرانه للفجر الحمد لله. اسلكتم صدورنا يا جيش مصر ويعني اعتقد العالم كله اطمن ان احنا مش هنسكت على وعايزين اكتر. ممكن ما اكونش مفروض برضه اقول الكلمه دي بس احنا احنا يعني احنا عملنا حاجه بس احنا عايزين اكتر انتقام اكتر لان المنظر كان بشع جدا بجد يعني منتهى القسوة. بس زي ما احنا متفقين احنا رغم اللي احنا بنعدي بيه ورغم كل المشاكل اللي بتواجهنا لكن احنا مكملين وبرنامجنا من ضمن الحاجات اللي بنفضل مكملين فيه. مشاكلنا اللي موجودة عندنا لازم نواجهها ولازم نحاول نحلها. فمهم جدا النهاردة نشوف احنا عندنا ايه. واحنا فاتحين ملف التعليم النهاردة هيكون فين او ايه هي المشكلة الموجودة في ملف التعليم هنرجع نقولها لكم بس بعد الفاصل. وزارة التربية والتعليم قررت ان هي تدمج الانشطة الموسيقية في المناهج. بمعنى ان لو الولاد بياخدوا نصوص يحاولوا ان هم يلحنوا النصوص ده بشكل مختلف بحيث ان الولاد يحفظوها بشكل سهل. لو عندهم كام قاعدة في النحو يحاولوا يدخلوا فيها بعض من الموسيقى او بشكل يألفوا فيها طريقة غنى او يعملوها اغنية عشان الولاد يحفظوا القواعد او قواعد النحو. مشروع ده مشروع جيد شكله حلو بس ازاي هيتنفذ الفكره جت ازاي هو ده موضوع حلقتنا النهارده. وبسنة يكون موجود معانا دكتور نسمين حلمي مساعد وزير التربيه والتعليم للانشطه وده منصب جديد على فكره والاستاذه زينب مصطفى مدرسه موسيقى. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم. طبعا دكتوره نسرين في ناس تقول انتوا بتتكلموا على ايه. لا ده هو صميم الموضوع دلوقتي ان احنا بنتكلم فيه ان المدارس ومناهج يبقى فيها فن فيها قوه ناعمه تطلع طاقه الولاد في حاجه صحيح. ايجابيه يبعدوا عن التطرف عن ان حد ياخدهم يفهموا افكار مغلوطه. لا احنا بنطلع طاقه ايجابيه من ولادنا بالفن وبالادب وبالشعر والموسيقى وكل حاجه حلوه وجميله. تسمحي لنا قول لنا تفاصيل مشروع الدمج ده عباره عن ايه؟ هو احنا بنفعل دور الموسيقى ومش الموسيقى بس الموسيقى والتربيه الفنيه والاداء المسرحي لخدمه العمليه التعليميه ايمانا مننا باهميتهم وقدرتهم الفائقه لتبسيط وتوصيل المعلومه للقلب قبل العقل. وموضوع اني اوصل المعلومه للقلب دي مهمه جدا لان الطفل لما بيحس بالمعلومه وبيحس بالمشاعر بيعرف قيمه. ممكن يحفظ كلمه الانتماء انما ما يحسش بيها ما يترجمهش. الأخاء مثلا الوطنية الخير حب الخير. فإحنا بنشتغل بالأنشطة عشان نوصل له المعلومات دي لقلبه يحسها ويستوعبها ويمثلها ويرسمها ويغنيها ويتحركها. مش مجرد ان هو بيقعد يتلقى المعلومة بس كده يختزنها ويفرغها في ورقة الإجابة وبعد كده خلاص ينسى الموضوع. طب مس زينب حضرتك مدرسة موسيقى فلازم مش زينب ناس كتيرة جدا يقولوا او في امهات كتير بيتفرجوا الاول صلحوا المدرسين الاول صلحوا منظومة التعليم. حتة الموسيقى احنا لغينها من قاموسنا من زمان يعني من ايامي انا اعتقد ان احنا اخر الجيل اللي اخذ
حصة موسيقى. هل تعتقد ان زي ما الدكتورة بتقول ممكن بالموسيقى نغير ونخلي الولاد يهتموا اكتر بمواد تعليمية مهمة ونحفظهم؟ لان انت لما جات فكرة الانتماء هزيتي راسك وقلتي اه ممكن شايفة ان ممكن الموسيقى تعمل كده. بس الموسيقى الانشطة كلها خلينا نقول بنبقى مسؤولين عن تشكيل وجدان الطفل زي ما الدكتور قالت. بس والانتماء الولاد مهتمين بحصة الموسيقى وانت بتديها لهم؟ البعض والبعض على حسب الميول. يعني بيعملوا ايه او بيبقوا؟ انا فاكره انا على ايامي كنت ببقى مبسوطه جدا ان انا رايحه اقعد في الموسيقى واسمع ونغني وبتاع. هل ده نفس الاحساس اللي بيجي لك من الطلبه بتوعك؟ خلينا اقول حقيقه انت يمكن تتكسفي زي ما مفيده بتقولي احنا كنا مبسوطين. ولادنا يقول لك فكك بقى، ده انا عندي حصه كمبيوتر ورسم، ده انا عندي مش عارفه بي ايه يا مامي هروح على ايه. يعني الجيل دلوقتي صح. لا ما بيحبش يروح اليوم كله لانه مش بيتبسط. لو هو بيتبسط حتى ولو هو اخر اليوم هياخد موسيقى هيستحمل الفترات الحصص الاولانيه عشان يستمتع في الاخر. فايه اللي بيحصل؟ ليه ما بنخاطبش قلوبهم قبل عقلهم زي ما الدكتوره قالت؟ الحقيقه تعبير حلو يعني. ده بيحصل، بس هو الازمه فعلا في شويه مدارس او بعض المدارس فيها عجز في التربية الموسيقية كمدرس في الأماكن ولا في الأجهزة كإمكانيات مدرس إمكانيات كوجود مدرس في عجز في التربية متخصص الموسيقية. الدكتور هتتكلم الدكتور هتتكلم أكتر مني عن ده بس. والآلات خامات. طب المنهج أنت مين بيحدد لك المنهج يا دكتورة يا مس زينب اللي بتديه للطلاب؟ يعني بيجي لي بتخشي معاهم هتعلميهم أغاني إيه؟ بيجي لي بيبر من الوزاره بيبقى مكتوب فيها المنهج بناء عليه بشتغل. بس هو كنت بتكلم مع دكتور نسرين قبل الهوا عن اني ما عنديش كتب، ما فيش كتب موجوده عشان ادرس منها. فكانت بتتكلم معايا في النقطه دي. هو الموسيقى محتاجه كتب؟ طبعا. احنا درسنا ايه؟ كتب سنين طويله محتاجه طبعا. كتب للطلاب يعني. اصل برضه اللي هيسمعنا يقول لك هو احنا ناقصين، هو احنا عارفين نخلص مناهج الحساب والماث والساينس والانجليزي؟ وهو ده اللي بيحصل يوم فيه. لما اخد لي تديني كتاب موسيقى المدرس التاني لما بيتاخر في مادته ويجي الامتحانات يقول لك الغوا بقى الموسيقى عشان احنا عندنا. فهنا التقصير مين يا استاذه منى؟ انا حابه اقول حاجه، كل ماده ليها كتاب. حتى اقتصاد المنزليه، حتى التربيه الرياضيه ممكن انها بتشرح انديكيشنز مثلا او تعليمات ازاي الحركه بتيجي منين في صوره رسومات للحركه وللاداء. وانا بحترم كل ماده للانشطه. يمكن انا تخصصي طبعا موسيقى وكاستاذه بيانو، انما من كتر تخصصي في الموسيقى دي وحبي وعشقي الشديد ليها خرجت من نطاق اني انا اعلم اله. لا، الموسيقى مش اني اعلم اله او احفظ اغنيه واقوم اغنيها. الموسيقى دورها اكبر من كده بكتير، وبالتالي انتقل احترامي للانشطه الاخرى من كتر احترامي للموسيقى. هو الفكره جت منين؟ دي فكرتي انا يعني. انا حقيقي مش يعني فكره الدمج ده موجوده من زمان، من ايام الفيه ابن مالك. ما بتفعلش يعني، مش موجوده. كانت على حسب يعني، لو نتذكر دريد لحيم زمان كان عمل فيلم، كانت البطله بتاعته مدرسه لغه عربيه وكانت بتغني بالنحوي. حنان ترك. حنان ترك. ايوه طبعا، وعجب الولاد جدا وعملها رصيد جميل يعني. والفيه ابن مالك. واحنا عندنا اساتذه كتير يعني. انا اتذكر ان كان عندنا رساله ماجستير كانت من سنه 82 بتتكلم على تطبيق الموسيقى في الدراسات الاجتماعيه، وكانت جايبه دراسات سابقه في الرساله يعني، كان من قبليها. فالفكره موجوده منذ قديم الازل. طب انتوا هتطبقوها ازاي في المدارس؟ وهتطبقوها لاي مدارس؟ طبقنا بالفعل يا استاذ. في اي مدرسه بقى؟ وانا معايا فيديوهات انا جايباها هنا. احنا عاملين، لو الفيديوهات نقدر ان احنا ننزعها يا ريت. احنا عاملين البروجكت ده في 5 محافظات. عندنا واخدين القاهره كعاصمه، واخدين اسكندريه من وجه بحري، الشرقيه من مدن الدلتا. كم مدرسه في كل محافظه؟ احنا كان الاول واخدين اداره من بابها، كل المدارس بتاعتها كانت بمعدل 446 مدرسه. طب احنا عندنا عجز في مدرسين الموسيقى، والعجز ده بيرجع لاسباب كتيره جدا. عدم الالتفات لاهميه الماده، ويمكن لان في بعض الاساتذه يعني انا بحس كده ان هم بيفرطوا في حقهم. لا، احنا عندنا اللي بيشتغل كويس قوي قوي ومن قلبه، وعندنا اللي بيروح يشرب كوبايه شاي وبيمشي. احنا عامه كوزاره في كل التخصصات عندنا ده وعندنا ده، لان احنا وزارتنا شامله حاجات كتيره جدا جدا وداخله في بيوتنا كلنا. زمان كانوا بيعملوا مسابقه الجمهوريه للموسيقى، ولا زالت عندنا عدد من المسابقات بتتعمل. بس كام واحد بيشترك؟ ايوه
انا برضو عايز افهم حاجه عشان انا عارفه ان احنا الجو جميل وبنرش الزرع والميه حلوه. انا عايز اسال احنا ازاي هنطبق او انتوا طبقتوا الموضوع ده واخترتوا اي نصوص وايه من المنهج اللي اخترتوه وعملتوا له موسيقى؟ هقول لحضرتك بس علشان المشاهد يبقى متتبعنا بس اكمل اللي كنت بقول عليه. احنا كنا واخدين 446 مدرسه اداره من بابها علشان نتغلب على نقطة العجز اللي ده بيرجع لان كتير من الخريجين لما بيتخرجوا بيروحوا لدول الكويت والامارات ودول الخليج بيشتغلوا. عجز في المدرسين يعني كطلبة لسه مخلصين بكالوريوس على طول بيروحوا يسافروا يتعاقدوا بره. قلنا نستعين بطلبة التربية العملية. طلبة التربية العملية ده طالب معلم بيبقى في ثالثة وفي رابعة، بيبقى واخد اعدادي واولى وثانية، وبيبقى اساسي ماده اساسيه عنده انه ينزل المدرسه، هو محتاج المدرسه علشان يفعل مادته، بيبقى نازل معاه استاذ دكتور المشرف بتاعه. دكتور فين الكلام ده حضرتك في المدارس اللي انت اخترتوها في الخمس محافظات عملتوا ده؟ لا دي انا بتكلم ان ده كقاعده ان عندنا في كل كليات الموسيقى لا. طلاب التربيه العمليه. دكتور نسرين احنا اختصرنا بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس عشان احنا ايه نتكلم عشان الجمهور يصدقنا واحنا نبقى مقتنعين. انا عارفه ان انت عندك فكره مستقبليه انا احترمها، لكن الفكره اللي انت بتكلميني عليها دلوقتي دي تم تطبيقها في بس خمس مدارس او خمس او 400 حاجه حاجه ومدرسه. لا ده ولا ده، وغير كده ان في مدارس ما عرفوش عنها حاجه خالص. ده صحيح. يعني انتوا مختارين مدارس معينه ده صحيح ومبلغينها، وبقيه المدارس ما لهمش اي علاقه باللي بيحصل. ما هنعرف ليه؟ ولو حضرتك اديتيني فرصه كامله يا استاذه مفيده اوصل لحضرتك الموضوع بيحصل. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا اساسي كفكره مشروع تجريبي يعني حضرتك بتعمليه كتجربه فلازم تاخدي عينه. ماشي خلاص ده الاسلوب العلمي. تمام. بتاخدي عينه، العينه بتاعت حضرتك دي هتاخديها، احنا اخدنا عينه من خمس محافظات شامله اسيوط الشرقيه القاهره الاسماعيليه اسكندريه، وكان اختيار المدارس اللي فيها اوض موسيقى لان مش ممكن هتروحي تجيبي مدارس وتديها كمان. هو ده المعيار بس اللي اخترتوا عليه يعني. هي الاداره هي المديريه اللي رشحت لنا المدارس، رشحت لكم ان المدارس دي مؤهله انك تقدري تعملي فيها اللي انت عايزاه. بالظبط صح كده. بس انا حابه انوه عن حاجه، احنا كنا ناويين ننشر اكتر عشان كلمه زي حضرتك قلتيها في مدارس ما تعرفش يعني كنا حاولنا ناخد عينه اكبر، بس للاسف في الكليات المتخصصة ما ساعدتناش للكلام ده. لا وده شيء هايل، خمس محافظات ده كويس يعني في التموين بيعملوا في محافظة بورسعيد الأول العيلة بس في التعليم يا منى احنا حبينا ان احنا نفيد أكبر كم ممكن. عندنا ما احنا عندنا ملايين بيتعلموا بس هم بيعملوا بس احنا لما يعملوها في محافظة ده اوكي كل محافظة تحس ما تعاونوش معانا. يعني احنا كان ممكن نطبق في 446 مدرسه لو كل كليات المتخصصه تعاونت معانا وادت لنا طلبه التربيه العمليه، انما هم حطوا لنا اعاقات فاحنا لجأنا للمدرسين اللي عندنا اللي هم اساسي بقى عندنا. ما هو طبيعي واشتغلنا عليهم. طب دكتور هو مش المدرس ده لازم ان هو يساعد الوزاره لان هو بيشتغل في الوزاره؟ بس انا بتكلم اني انا كنت حابه ازود القاعده علشان الكلمه اللي حضرتك قلتيها في افيد اكبر كم من المدارس في المشروع التجريبي في العينه اوسع عينتي يعني. طب المدارس الثانيه ما فيهاش مدرسين موسيقى؟ ما فيش. احنا يعني هم لقوا اراده من المحافظات دي وده مش خاص بوزاره التربيه والتعليم. مين اللي بيحط مرتبات المؤسسه؟ مش الوزاره، وزاره الماليه. وزاره الماليه ما عندهاش فلوس تدي رواتب ان احنا نعين. فاهميني؟ فاحنا بندور على اللي عندنا بلس ان احنا بنحط افكار خارج الصندوق نستعين بطلبه التربيه العامه. سؤال بقى سؤال مهم جدا، انت ضامنه منين ان بعد ما تعملي التجربه دي انها هتعمم في بقيه المدارس؟ لان احنا عندنا نفس المشكله، ما هي لو وزاره الماليه هي اللي بتعين مدرس الموسيقى وعامله له 99 جنيه ده مش الموسيقى بس ده الكل صح يعني. انا اعتقد ان هم عاملين لهم 99 جنيه. لا مفيش مدرس، مفيش مدرس راتبه 99 200 جنيه ولا 200 جنيه. مدرس موسيقى انا ما اقدرش اتكلم حضرتك، ممكن تستعيني بحد من وزاره الماليه. سيبك من مرتبه، هتجيبيهم منين؟ ما هي مشكله لسه قائمه عندك. لا انا عايز الفت انتباهك لحاجه، انا دلوقتي واخده عينه من المدرسين برضو اللي عندنا لاني انا ما ينفعش اطبق في ال 27 مديريه. مظبوط. مشروع تجريبي ولما يثبت كفاءته ساعتها اطبقه. في الواقع انه ان ثبت كفاءته ان شاء الله يعني ان شاء الله كل الدلائل بوزيتيف لغايه دلوقتي هطبق في ال 27 مديريه في الاماكن اللي عندي فيها مدرسين موسيقى. بس هنسمع منك الاعاقات ايه برضو مش في كل المدارس لازم يبقى اللي عندكم فيه مدرس موسيقى. بس انا بقى ببص لنص الكوبايه المليان لسبب ان احنا دلوقتي بنعمل عمليه تدريب لان اللي معانا مش الموضوع مش قائم على مدارس موسيقى بس.
احنا عندنا مدرس اللغه العربيه، احنا واخدين ماده اللغه العربيه كعينه من المواد، ده مش معناتها ان الموسيقى تخدم اللغه العربيه فقط. انا ما جيت اقدم البروبوزل ده لوزير التربيه والتعليم دكتور محمود ابو النصر، كنت عامله اناشيد، انا مؤلفه كل اناشيد النحو على فكره، وملحنه جزء منها، ملحنه من اناشيد المحفوظات، عامله اناشيد خاصه بالدراسات الاجتماعيه بالتاريخ وبالجغرافيا ومتلحنه، عامله اناشيد خاصه بالساينس بالانجلش. طب انت محتاجه ليه ملحنه ومنزله بيها مدرستي مسجله؟ ما تعممي اللي انت عاملاه ده لكل المدارس، ينزل كانه مالي. لا يا استاذه مفيده، احنا علشان الاسلوب اللي انا مش لازم التجربه دي في الكام مدرسه اللي انت بتجربي فيها، يعني معنى ايه؟ في كام محافظه؟ يعني في كام محافظه دي انت عامله؟ انت مثلا في سنة أولى ابتدائي بياخدوا النحو في كذا، أو بياخدوا النصوص كذا، أو بياخدوا الدرس بتاعهم كذا، يبقى سنة أولى ابتدائي هيتعلم الطريقة دي بالموسيقى دي، تانية ابتدائي كده، يعني هي هو ده اللي قصدك تقوله. هيبقى قصدك إني أنا آخد المحافظة اللي أنا واخداها بدل ما آخد منها كام مدرسة آخدها كلها؟ لا، أنا قصدت أقول إن أنت مثلا واخدة مرحلة معينة تعليمية، أولى ابتدائي مثلا لغاية أولى تانية وتالتة، تالتة ابتدائي. المناهج دي مناهج أساسية موجودة عند في كل يعني القاهرة زي اسكندرية زي أسيوط. فأنا هقول والله هينزل كتاب لمدرس الموسيقى إن أنت هتعلم سنة أولى ابتدائي في منهج الإنجليزي كذا، في العربي كذا، في فاهمة قصدي؟ وينزل لهم كتاب، وتانية ابتدائي كتاب، يبقى أنت كده عممتي اللي انت ألفتيه وخليتي كل المدارس يتعلموا في نفس التوقيت. انا هقول لحضرتك على حاجه، طب تكمليلي السؤال ده بس بعد ما ناخد تليفوناتنا، معلش انا اسفه. اتفضلي يا منى. وفاء مساء الخير. ايوه مساء، اتاخرنا عليكي. اهلا يا وفاء، ازيك؟ اهلا يا حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. اتفضلي. انا مش هطول على حضرتك، انا بس كان عرفت ان في مشكله رئيسيه قوي كبيره في التعليم، ان احنا عدد ايام الدراسه بتاعتنا الناشونال 130 يوم. بعد الاجازات والاعياد والحاجات دي. في حين المدارس الانترناشونال 180 يوم. ومناهجنا الناشونال اصعب من المناهج الانترناشونال. صحيح. ويعني هم فبالتبعيه بيتكربس المنهج ويطلع النتيجه سيئه جدا. ما طبعا المدرس الاجنبي في المدارس الاجنبيه بياخد مرتب كويس مجزي لمجهوده فبيشتغل. أيوة. لا الحكومه نفسها المفروض انها تحسب الايام بتاع التعليم. صحيح صحيح. دي حاضر، دي ثانيه. انا مش هطول على حضرتك. اتفضلي. 180 و120. ان في مدرسه بعينها ناشونال بس مدرسه خاصه مجتهده طلبت انها تعمل 180 يوم وهتدرس، هتشغل هي المدرسه 180 يوم. الوزاره منعت. الوزاره منعت، وقفوا لها على الباب وقالوا لها مش هتفتحي المدرسه. طب نتمنى نعرف ليه، يا ريت حد من وزاره التربيه والتعليم يرد علينا. يعني حاضر يا مدام وفاء، ناخد اميره. اتفضلي. اسفين لامل، استنيت كتير. لا اميره امر و... اميره. الو مساء الخير. مساء الفل، اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا استاذه مفيده. مساء الخير يا استاذه منى. مساء النور. قصة الموسيقى انا ليا واحدة صاحبتي في التربية والتعليم، انا خريجة 2005 نفس، بقالي 10 سنين تقريبا بقدم ورقي ان انا يعني اشتغل في مدرسة في تخصصي. المشكلة ان هي قالت لي انت ممكن تشتغلي رسم او موسيقى، ان اغلب المدرسين الموجودين ما بيبقوش متخصصين موسيقى بس، فإذا أنا نفسي بالكلام ده وإحنا يعني أنا للأسف أميرة أنا بعتذر، بس أنت صوتك مش واضح، هنطلبك تاني. فخليكي فيلي ونطلبك تاني. ناخد أمل. رجعت أمل. مساء الخير. السلام عليكم. أهلا عليكم، ورحمة الله وبركاته، وأسفين بالتأخير عليك. يا أستاذة مفيدة. ازيك يا أستاذة منى؟ أهلا يا أمل، ازيك؟ دلوقتي يعني أنا عايز أشترك معاك وأقول بس يعني حصص الموسيقى دي كانت على أيامنا إحنا من كام سنة؟ من 35 سنة. كنا احنا بنحب اليوم اللي عندنا فيه حصص العاب، حصص موسيقى، حصص رسم، يعني كانوا يعني اليوم اللي عندنا فيه كده نحب نروح المدرسه وبننجح وبنتفوق كمان. يعني بننجح من الكلام انا بكلمك ده من 35 سنه، وكانت مدارس حكومي مش كانت مدارس اقول لك خاصه او كده. صحيح. فدلوقتي التعليم مش قادره اقولها لك، وقف كل حاجه حتى الكتب لحد الان، ولادي ما استلموهاش في سنه ثابته، ما استلموش الدراسات، ما استلموش العلوم، ما استلموش الانجليش. طب انا مش عارفه هشتري كتب خارجيه وانا اصلا دافعه مصاريف الكتب، يعني هي كل حاجه كل حاجه مش قادره اقول لك والله. المدرسه اسمها ايه عشان الدكتوره نسرين عايزه؟ مدرسه الاول خاصه ولا حكومه؟ مدرسه حكومي. حكومي حكومه. طب ناخد اسمها. تقولي اسمها. قولي اسمها. في قريه، في قريه اسمها قريه صناره.
قريه. اسمها ايه المدرسه على طول يا امل؟ مدرسه سكه حديد. مدرسه سكه حديد فين؟ قريه صلاله. فايد. سكه حديد فين؟ فايد. 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 طيب فايد. شكرا يا امل. ومعاكي ميشيل. ميشيل اهلا وسهلا. ميشيل اتفضل. ايوه مساء الخير. اهلا وسهلا ميشيل اتفضل. الو. ايوه سامعينك. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء النور. بشكركم على الزي اللي انتم لابسينه وحدادا على الشهداء بتوع الوطن وبعز الشعب المصري كله. طبعا احنا لابسين لبس حداد لان المصريين مننا ماتوا مش عشان خاطر اي حاجه ثانيه. حضرتك يا مدام مفيده طبعا كان مدام اهالينا يعني. لكن أهلينا. انا علامه استفهام عجيبه تسمحوا لي بيها؟ اتفضل. القناه الوحيده سي بي سي اللي مش عامله شريط حداد. كل القنوات بلا استثناء عامله شريط حداد. الايه اني شريط حداد. شريط حداد. بس احنا مختلفين شويه يا فندم في طريقه تعاملنا مع الحداد. احنا عندنا على راس كل ساعه يعني كل ساعه بننزل تنويه بنعزي فيه المصريين على الحادث الاليم. احنا ممكن نكون مختلفين عن بقيه المحطات، مش معنى ان انا عامله شريط اسود، لكن احنا بنعمل تنويه كل ساعه بنعزي بيها المصريين ونفسنا كمان. فانا بشكر حضرتك على هذا. شكرا استاذ ميشيل. طبعا بقاء لله. كان في تليفونات في تاني ولا؟ طب وفاء كانت بتقول يا دكتوره نسرين التعليم انواع التعليم اللي هي مدارس الاجازه 120 ساعه و 130 يوم دراسه ولا 130 يوم دراسه و 180 يوم دراسه في المدارس الانترناشونال. بصوا انا هتكلم عن تجربه شخصيه. انا ابني كان في ناشونال لغايه رابع ابتدائي، خدنا 5 و6 وهو في يير 7 دلوقتي هو بريتش. عقب بس على موضوع ان الناشونال اصعب، تعالوا نصنف نوعيات التعليم الموجوده في العالم. في الاي بي بالنسبه للانجليش يعني، في الاي بي وفي البريتش وفي الامريكان وفي الناشونال. لو جينا صنفنا من الصعوبه للاسهل هتلاقي الاي بي وبعدين البريتش وبعدين الناشونال وبعدين الامريكان في الترتيب كده. طيب يعني هتقصدي البريتش اصعب من الناشونال؟ هي يعني اللي جرب بقى، انا مجربه النظامين. الانترناشونال تعليم الانترناشونال صعوبته في اسئلته ان هي يعني عارف عليك السهل الممتنع. انت لازم تكوني فاهمه الموضوع كويس قوي، مش حفظ خالص. اللي هيحفظ مش هيسلك فيه، هيسقط. لازم تبقي فاهمه والاسئله تريكات، بلس ان من ضمن صعوبته ان ما عندناش بقى اسلحه التلميذ ولا المعاصر ولا البريتش. خلينا في مدارسنا الحكوميه، ليه الوزاره رافضه انها تطول مده السنه الدراسيه يعني الايام الدراسيه؟ انا ما اعرفش البوليسي دي ايه، بس انا بتكلم ان اصلا الايام اللي موجوده هي مش كلها دراسه في بيبقى في اجازات وفي اعياد، بياخدوا اجازات قد كده. فهي الاستاذه وفاء اللي اتكلمت هي ما عندهاش فكره شويه عن التعليم الانترناشونال. هي بتشوف ان هم بيخشوا بدري وبيخلصوا متاخر، وبعدين هو كل الناس متذمره يعني. انا ابني برضو متذمر، انا بخش بدري وزمايلي في الناشونال طيب بيخشوا متاخر وهكذا. احنا عايزين نخش في موضوعنا تاني لان احنا محتاجين نفهمه اكتر. طبعا. بس هم اجازات زي ما هي الدكتوره قالت يا منى، معظم ال 180 يوم دول 30 يوم فيهم شهر منها اجازه كريسماس وشم النسيم وشم النسيم والاستنبول يعني عشان ما يبقاش في تمييز، فهم بيبقى بينهم بعض. لكن انا عايزه ارجع تاني من زينب. انت بتدرسي سنه كام؟ مرحله اعداديه. مرحله اعداديه. شايفه ان ممكن في المرحله الاعداديه دي الموسيقى تخدم اني مناهج لو انت متابعه مناهجهم؟ يعني في العربي ممكن يفيد انك تعملي تاخدي حاجه من الدكتوره مثلا الفتها وتديها لهم؟ طبعا النصوص يا ريت يا ريت اكيد هتفرق، سهل على الطالب كتير. احنا عارفين الدكتوره عملت على اولى وثانيه وثالثه. انا هي دي المشروع التجريبي، انا واخداه انا اصلا الفكره جت اني انا كنت واخده جنب شغلي في الجامعه. كنت بروح مدرستي انا اللي متخرجه منها، ودخلت حصه كنت واخده كيجيات في المدرسه دي، وبعدين دخلت حصه احتياطي كانت لسنه متقدمه يعني. فلقيتهم كان قبليه مدرس لغه عربيه وهم قاعدين بقى متجهمين مالكوا في ايه؟ اصل احنا عندنا لسه نشيد محفوظات وعندنا فيه كوز بعد كده، طب ومالكوا اصله تقيل؟ قلت لهم طب ابعتوا هاتوا الاورج. بعتنا جبنا الاورج من حس من اوضه التربيه الموسيقيه، وقعدت ادندنه كده لغايه ما لحنته ما مشيتش من الفصل غير لما كانوا كلهم حافظين.
وبيرنوا مبسوطين. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. فين المدرس ده؟ مدرس مين؟ اللي انت عملتيه، يعني انت قدوه لمدرس قرر ما يمشيش من الفصل غير لما يحفظ الطلبه، وبعتي جبتي الاورج واديتي وقت شديد جدا مش عايزه منه اي حاجه في المقابل غير انك تطلعي الطلبه دول حافظين. حضرتك فين الامثال دي؟ هو هتلاقي كل واحد بيحب تخصصه. يا استاذه يا دكتوره ابوس ايدك، كان ساعتها عندنا هتلاقي. انا عارفه يا دكتوره لو احنا عندنا زي كده مدرسين مهتمين فقط بالتعليم للطلاب ما كانش عندنا مشكله في التعليم. صحيح. اصلا الاول متخصصه بتفضي من وقتها وتركز معاهم عشان يحفظوا باي طريقه. يا استاذه منى قررتي انك تساهمي مع الطلاب، وقررتي انك تديهم الوقت، وانت عايزه وانت في الاخر خالص لا انت عايزه درس خصوصي ولا عايزه حد يقول لك كلمتين. فين المدرس اللي ممكن يخش الفصل يدي الوقت ده للطالب من غير ما يبقى عايز منه حاجه؟ معانا مدرسين على التليفون. في خلينا معلش ناخد شيماء. معلش يا دكتور شيماء اتفضلي. الو اهلا وسهلا شيماء اتفضلي. اهلا بيكي. انا خريجه تربيه نوعيه قسم موسيقى. اهلا وسهلا. خريجه 2009. جيد جدا. اشتغلت في مدارس كتير جدا ناشونال وامريكان، مفيش اي اهتمام بالميوزك خالص طبعا متوقع. في المدارس ولا الاولاد ولا المدرس ولا حتى يعني اللي شغالين حتى في المدرسه بيحسسوا ان الميوزك دي ايه اللي انتوا بتشتغلوه ده مثلا، يعني اللي هي وقت فراغ. بالظبط. انت جايه كده مدرس موسيقى ما بتعمليش حاجه. بالظبط. والله. والامريكان حتى بيبقى ليهم بوكلت وفي بيبقى اكزام بيمتحنوا فيه. المفروض مننا ان احنا حتى لو الولد مثلا ما جاوبش حتى او قال اي حاجه في البوكلت اللي هو كان واخده ده، المطلوب مني ان انا انجحه برضه. عشان كده الطالب مش مهتم بالماده. بالظبط. مع ان درجه الميوزك في الامريكان بتضاف للشهاده. بتضاف للشهاده. طب والمطلوب مني ان انا اديله درجه اللي هو النجاح، عشان اللي هو ما ينفعش ان انا انزله طبعا درجه. يعني مطلوب منك يعني بتتهددي ان انت تمشي من المدرسه مثلا لو ما نجحتيش؟ انا مشيت اصلا بالفعل، يعني مشيتي بالفعل. جريمه يعني. بعد اذن حضرتك اتفضلي دكتوره. استاذه شيماء، ليه حضرتك يعني حضرتك بتخصص لحضرتك حصه وبيجي لك طلبه في الكلاس عايزين يعني يتعلموا موسيقى او مختارين تخصص الموسيقى؟ لا مش عايزين، يعني يقولوا لي كبري دماغك يا ميس. كبري انك فاضي الحاجات دي. طيب حضرتك بتكبري دماغك؟ لا الصراحه بفضل وراهم، بفضل يعني اخليهم يعني يتعلموا اي اله. طب عايزين مثلا تحبوا تتعلموا اله ايه؟ بفضل وراهم باي طريقه. ما فيش. طيب انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. الموسيقى مش تعليم اله اصلا. شكرا. ممكن انا ممكن طفل يعني انا ابني ما يعني اتعلم عزف البيانو انما ما بيحبش، ما بيغير مثلا، ما بيلاقي انا مثلا بساعد حد ولاد اخواتي او جاراتي او كده طبعا بيبقى يغير في الوقت ده، انما هو مش العدوى انه يقعد. لا فانا الموسيقى حتى كانت في ناس دايما تقول ايه اشمعنى الرسم اساسي والموسيقى اختياري، ده احنا مش مطنشين موسيقى. انا بقول لا الحمد لله، لاني انا ما اقدرش اجبر طفل اقول له تعالى هعلمك اله. الاله كمان تعلمها صعب، يعني كل اله وليها مشقتها. طبعا. فانا ما اقدرش افرض على طفل انه يتعلم هو هيستحمل مشقتها. معانا منى على التليفون. معلش عشان موهوب يعني. اتفضلي يا استاذه منى. الو. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا مدرسه موسيقى خريج كليه التربيه النوعيه شعب التربية الموسيقية، وبشتغل في إدارة شارع مدينة نصر. أنا من الناس الحمد لله عملت فريق حلو جدا، ودخلت تعليم النوتة الموسيقية للأطفال في المدرسة ومجانا على فكرة بدون أي مقابل. بالظبط. ما في عندك إذا ما عندكيش منهج يعني ده أنت اللي حاطة المنهج. في منهج. ده زيادة على المنهج. لا مفيش منهج طبعا عندي، أنا عندي منهج وزاري متطوعة بيه، منهج وزاري جاي لي بشتغل منه. تمام. لكن أنا تطوعت بتعليم النوتة للأطفال. برافو. كان نوع من الثقافة الموسيقية. برافو عليك. وفي نفس الوقت أنا يعني بحاول إن أنا بكتشف بقى كمان هوايات التمثيل بدل الموسيقى. كويس. وكمان بشتغل كمان مع الاطفال، بس المشكله بقى عندنا في مجال الموسيقى ان احنا ما عندناش امكانيات، ما عندناش كتب، ما عندناش كتب تنزل مقرره للطلبه في الموسيقى.
تمام. الحاجة التانية الآلات ما عندناش. لا الآلات متوفرة في المدرسة، لكن حضرتك عشان تعلمي الآلة لازم يكون عندك مرجعية لمنهج موسيقي منظم. صح، يبدأ من بدايات الموسيقى. موسيقى فروع كتير. أنا فهمت بقى، أنت ما عندكيش منهج. بشكرك يا استاذة منى، مع احترامي طبعا لمجهوداتها، بس احنا محتاجين سيستم، مش كل واحد يشتغل على دماغه. اسمحوا لي ان احنا هنكمل الحوار ده. اسمع هتردوا هتردوا طبعا ليك حق رد. بنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وموضوع شيق جدا هو ان احنا نحاول نجيب الموسيقى ونحطها في مناهجنا، في المناهج بتاعتنا، ونعلم ولادنا الحاجات الصعبة عليهم بس بالموسيقى. هل ممكن يتنفذ؟ هو اوريدي يتنفذ الموضوع او بيتجرب، لكن هل ممكن يتعمم في مدرستنا؟ هو ده السؤال المهم اللي احنا محتاجين نرد عليه. نرجع دكتورة نسرين، وعايزة تكمل لنا بقى ازاي تدرس المشروع الدمج ده في المدرسة. احنا خدنا مادة اللغة العربية كعينة، اخدنا منها المحفوظات اللي هي اوريدي موجودة في الكتاب المدرسي. هي موجودة في الترم الثاني الاولى، والترمين بتوع تانية، والترمين بتوع سنة تالتة. الترم الأولاني بتاع سنة أولى بيعلم الحروف الأبجدية من الألف إلى الياء بلا أي أنشيد. إحنا عملنا 28 نشيد لل 28 حرف، كل نشيد عبارة عن قصة لطيفة للأطفال بتستعرض كلمتها الحرف في أول ووسط ونهاية الكلمة. وكذلك على 28 حرف، وتم تلحينهم وتوزيعهم وغنائهم وتدريب الولاد عليهم. عندنا كمان تدريب الولاد الولاد اللي انتوا في المدارس اللي انتوا اخترتوهم، اللي هي اللي هنطبق عليهم. وبعدين احنا اما طبقنا الترم الاولاني والموضوع ده نجح، احنا دمجنا مشروع استخدام الموسيقى في العمليه التعليميه مع مشروع قرائيه اللي هو بيعلم الولاد القراءه والكتابه والحساب، ان هم استفادوا بمخرجات المشروع ده. في بقى دلوقتي الحروف الابجديه حضرتك هتلاقيها معممه في كل مدارس من خلال فريق القرائيه اللي هو التيم ورك. يعني الابجديه كلها حروف الابجديه ال 28 حرف، كل واحد 28 نشيد بيعلم. دي بقت في كل المدارس دلوقتي بعد ما احنا جربناها. انا ما اقدرش اعمم حاجه غير ما اكون جربتها واطمنت ونجحته فعلا. فهي احنا جربناها في الترم الاولاني لان هي كانت بتطبق على كتاب اللغه العربيه بتاع الترم الاولاني، ونجحت وأدت صدى كويس. فإحنا عممناها، اديناها بقى لزميلتي الدكتورة هناء قاسم لمشروع قرائي. الحاجات التانية اللي احنا عملناها ودي كانت جديدة عن المشروع غير الحروف الأبجدية، الظواهر اللغوية أو قواعد النحو. احنا عندنا القاعدة ما بتبقاش قاعدة قوي غير من سنة رابعة ابتدائي وخمسة وستة، إنما بيشار إليها في كتاب المدرسة، زي مثلا أسماء الإشارة بيبقى فيه هذا ولد جميل مثلا، هذه فتاة مؤدبة. إنما كقاعدة بقى وبقية القاعدة إيه وإعرابها إيه والقصة دي موجودة بقى في السنين المتقدمة. فإحنا بنشتغل على الموسيقى إن هي كأغنية الطفل بيحفظها، بنحط له حطنا له قاعدة كلها في الأغنية ويحفظها زي ما هي كده كأنها أغنية لأي مطرب بيحفظه كل الأغاني بالضبط. حيطبق منها أو حيستشهد منها بالباراجراف أو الفقرة اللي هي مطبقة عنده اللي هي أسماء الإشارة عبارة عن إيه، وحيختزن الباقي. أما يجي في السنين اللي جاية وحيبقى حافظها هو بقى اللي هيشيل المدرس، مش هيزعى عمره. لأن إحنا بنفتكر الإعلانات بتاعت وأغاني إيه بي سي وألف ب ت س، الأغاني دي بتثبت. فأنا لما أديله القاعدة، وده كان الهدف، إني أنا لما أحول المناهج بتاعتي لأناشيد بتطبق على المناهج وتنزل كسيدي الولاد يسمعوها في السنة، هجيبوا بقى مدرسين عشان تعمموها. هجيبوا مدرسين موسيقى إزاي لبقية المدارس اللي ما فيهاش مدرسين موسيقى؟ إحنا دلوقتي الشغل بتاعنا متسجل وجاهز ونازل على يو اس بي او فلاشه خلاص. دي بتبقى مع مدرس اللغه العربيه، مدرس التربيه الموسيقيه، مدرس التربيه الفنيه والاداء المسرحي. طب نرجع لزينب، مدرس اللغه العربيه اللي هو موجود في كل مدارسنا يعرف يفعلها كده. طب تفتكري زي ما بتقول مفيده، فيه هيبقى في مشكله للتعاون بين المدرسين وبعضهم؟ يعني المفروض هنا انت بتخلي المدرسين يتعاونوا، بتخلي الطلبه يتعاونوا مع بعض، في روح الجماعه. احنا عندنا الروح دي. لو مدرس المادة الأساسية بقى مؤمن إن التربية الموسيقية هتأثر معاه هو في مادته، أكيد أكيد هيبقى في تعاون. كم في المية عندك مدرسين العربي مؤمنين بإن الموسيقى ممكن تأثر؟ هو
لحد دلوقتي ما اتطبقش عندي اللي الدكتور بتقول عليه. لا بنسبة 100% بغض النظر عن الطبق توقعي انا من مدرسينا ومن الوقت اللي بيدوه في الفصل ومن اهتمامهم انهم يشرحوا عشان يجيبوا دروس ومن ان هل تعتقد في مدرسين حاليا على الوضع الحالي لا مدرسين المواد العلمية او الثقافية ما بيبقوش بالحماس او في تعاون مع الانشطة بشكل كبير. اذا الـ USP دي مش هتتشغل في حصة العربي يا دكتور. انا كنت جايبة معي فيديوهات هنا حضرتك هتشوفي نوعين من المدرسين. اولا كان في تجربة في الاسماعيلية احنا واخدين عينة في الاسماعيلية. الاسماعيلية عملت حاجة رائعة جدا ان هي احنا اليات تفعيل المشروع مدرس اللغة العربية هيشرح الدرس او النشيد بالشكل التقليدي العادي. الطفل هيخرج يروح حصة التربية الفنية يلاقي صور احنا عاملينها له بتعادل مرادفات اللي اخدها في النشيد او الدرس. يعني مثلا درس كلمة الكون هيلاقي مظاهر الكون في صورة صور ودي انا كنت جايبها برضو بس في صورة نقاط صورة الفريم بتاعها دوتت او فولونج الفابت. احنا عاملين الصورة بدل ما كنا بنكمل من واحد لاثنين لتلاتة لا من الالف ب ت عشان هو بيرسم بيذاكر برضو وبتثبت عنده ترتيب الحروف ممتعة. بالضبط. طريقة ممتعة. الطفل في حصة التربية الفنية بيكون الشكل بتاع الصورة وبيلونها وبيشترك وبيعمل مجسمات وبيسمع في الخلفية النشيد ده اللي احنا ملحنينه ومتغني ومتسجل في استوديو جاهز. وهقول ليه هو بيسمعه لان مش كل الاطفال اللي بتخش التربية الفنية كمادة اساسية بتروح حصة التربية الموسيقية بيختاروا ممكن أنشطة أخرى فيبقى سمع وغنى وهو بيرسم. بالإضافة إنه أستاذ التربية الفنية بيعرف الولاد إحنا حصتنا النهاردة مرتبطة بالدرس اللي انتوا اخدتوه وهنا التكامل. يعني هو بصي متعاون مع منظومة زي ما بتقولي بالاساس رائع بان انا يعني انا مقتنعة جدا بوجهة نظرك على فكرة بس يعني انا حاسة ان احنا بنتكلم في بلد تاني. لا في بلدنا والله العظيم فيديوهات من الميدان ده انا عارفه اني جايبه فيديوهات بس انا كمان عارفه ومتاكده ان المدرس عارف انه بيتصور ومتاكده ان هو تم اختياره من قبل الوزاره فلازم يبقى هو استاذ كفء وعنده الامكانيات ويقدر. لا على قليل كلميني على المجموعه بقى الثانيه احنا ما صدقنا ان لقينا مدرسين طبقنا فسواء كفء او غير كفء انتوا هتسيطروا ازاي على مجموعه المدرسين والمدارس اللي انتوا عارفين شكلها عامل ازاي وما ينفعش ان حد فيهم يخش ينطق كلمة لانه ما عندهمش وقت ويادوبك الدرس بيتشرح وبعد كده حصلني يعني على المجموعة يبقى فيه ثواب وعقاب فين فلوس الدرس مفيدة. هتعمله خلينا انا هقولك لا ما انا بتكلم حكي من الواقع اصل حضرتك الفيلم اللي انت انا ده هو ده امنية حياتي يعني ايه اللي هيجبره تقصد فيه ده يعني هو هيكبر ينفذ اللي انت بتقوليه ده اللي انت بتقوليه ده انا اتمنى ان هو احنا عندنا يعني عندنا ده وده ايوه بس عندنا ده اكتر الوحش ما بشتغلش الحاجة اولا انا مش حابة اعمم يعني في ده وفي ده لا يمكن نيجي نقول ان كل مدرسينا مرتشين لا طبعا لا او بتوع دروس خاصه حضرتك او عندنا انا بس انا مش بقول كده احنا عندنا مصيبه احنا لا ثانيه احنا التعليم عندنا فاشل فبالتالي طالما وصلنا ان احنا فشل التعليم في مصر واللي احنا فيه ده ادى ان احنا عندنا النسبه الكبيره فاسده فاذا عشان نواجه مشاكلنا ونحلها بجد احنا عندنا التعليم فاشل لا والله طب انا هرد عليك على واقع ما انت مش شايفه الناس عاملين ازاي اللي اجازه ثانيه واحده هو احنا لو عندنا التعليم صح كنا الولاد اللي طالعين الشباب عارفين يتكلموا صح ويبقى في شغل صح ويبقى في احنا عندنا التعليم واقع من زمان استاذه مفيده استاذه مش بقول مش هيبان في يوم وليله اتس نيفر تو ليت انا مش ايوه قولي لي كده انا معاكي اتس نيفر تو ليت بس قولي لي انتوا هتعالجوا ازاي الموضوع في المدارس دي هقول لحضرتك على حاجه هل يعني في اختلاف ان احنا عندنا كثافات عاليه في الفصول لا طبعا ما عندناش طبعا متفقين هل تعلمي بقى حضرتك ان مشروعي ده بيعتمد على الكثافات حلو انا معاكي هتعمليها ازاي بقى ازاي معنى ايه فهمينا يعني هقول لحضرتك انا دلوقتي عندي على فكره اكتر من صوره للمشروع المشروع رائع بس هتعمميه ازاي ما انا هقول لحضرتك على حاجه قبل ما نقول نعممه ازاي نتكلم عنه هو الاول في يعني ايه هيعتمد على احنا عندنا الكثافات دي عملت معايا شغل رائع وانا عارف حضرتك لما بتيجي تعملي كثافه الفصول ولا كثافات الفصول المدرسين ولا لا كثافات الاطفال الفصل اللي فيه 100 طفل تمام واللي فيه 70 و80 طفل احلى شغل يطلع منه في شغلي انا لانه بيعتمد على التيم وركس العمل الجماعي ده عماله زي ما بيقول محتاج عدد المدرس انتحر ولا لا المدرس نعم
في الميت في الميت هم هيبسطوا قوي بفكره المدرس عامل ايه. كان عنده صعب هقول لحضرتك بقى المدرس ليه بقى. انا دلوقتي مجهزه له، انا شايله لود كبير من على المدرس. مدرس الموسيقى مش هيقعد يعزف، انا معزفه له وجايبه له شريط، هيبقى هو سوبرفايزر او مشرف على الموضوع. مدرس التربيه الفنيه انا منزله له الصور وجاهزه، فهيبقى سهل ان هو يتابع. وبالفعل انا مشروعي قائم على التسجيل داخل الفصل لكل مدرس. اذا انت سي دي ده هتوزعيه على كل مدرس ولا كل طالب؟ الايه يا فندم؟ السي دي اللي انتوا بتعملوه على المدرس، هي فلاشه بياخدها المدرس فلاشة، هو بيذيعه في الفصل وبيصور بيطبع منه الصور اللي احنا عاملينها. انا ممكن معايا صوره اسد استاذه زينب، معاها صوره مثلا ضفدعه او زرافه او واتس ايفر، كلنا بنشتغل الصور دي وبعدين بنقوم نعمل مجسمات. وهقول ليه المجسمات دي، مين كلنا ده جميل بس في مدارس ما فيهاش بمساعده المدرس، مكنه طبع ولا طيب مجسمات. واحنا نزلنا الخامات في المدرسه، دكتور محمود الحيك عايزة يقدم استقالته، دفع 8,500 من جيبه خامات فقط، وانا شايلة التسجيل بتاع الاستوديو من جيبي انا عشان ما نستناش الروتين اللي هو الواقع اللي على ان شاء الله هتجنوا ثمرة مجهودكم باذن الله. معانا كل ان انا معترضة على وزير التعليم الحالي، ده وجهة نظر مش انا بس، ناس كتير، لكن كل هو دفع 8000 جنيه من جيبه يعني ده عشان يتخطى الروتين، علشان يفعل الموضوع مستناش بقى موضوع عروض الاسعار والروتين والمناقصات والقصه دي. عملنا اوفر كام، وده من حاجه من التحديات يا استاذه. والله احنا نتمنى كلنا والاولياء يتبرعوا كمان. استاذه كاميليا مساء الخير. استاذه نيفين، انا كاتبه نيفين. الو، اهلا وسهلا. الو استاذه نيفين، اهلا بيك، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا مبسوطة جدا بكلم حضرتك والله. أهلا وسهلا بيك. أنا أقول لحضرتك على تجربتي، أنا مدرسة إنجلش من 5 سنين كده، كنت في مدرسة إنجلش لغات في اسكندرية. وعايزة أقول لحضرتك إن أنا تجربتي يعني مع الميوزك، كنت فعلا بدرس الإنجلش عن طريق الميوزك وكانت ناجحة جدا، وكان الأولاد مستمتعين جدا. أنا يعني مش محتاجة بس آلات، أنا يعني كنت مثلا بعمل بالسقفة أو النق كده على الداس، فكانوا الأولاد نيفين. أنت كنت بتدرسي سنة كام؟ كنت بدرس ابتدائي وحضانه. انت مدرسه ايه؟ كنت في الامريكان برضو. انا كنت بدرس انجلش ودرس ابتدائي وحضانه امريكان. تمام، وايه علاقتك بالايقاع والحاجات دي؟ هي فكره لا انا كنت بحب، احنا كنا حضرنا ورك شوب في الكليه ان ازاي ادرس البوينتري والميوزك للانجلش. ازاي؟ طب قولي لي نيفين، انت لقيتي وقت في تعليم الولاد؟ يعني كان الموضوع صعب طبعا، كان اسرع لحضرتك، كان اسرع طبعا، كان اسرع والولاد بيفهموا اسرع. وانت حسيتي باستجابه من الطالب ان هو حابب الحصه الانجليش عشان هيجي؟ والله انتوا بتصحبوا البساط من الاغاني الهزليه اللي بيسمعوها اولادنا وبيحفظوها، ربنا يبارك لكم. طيب. كل ده مجهود جميل والله، ده كانت ناجحه جدا. وعايزه اقول لحضرتك ان المدرسين الباقيين العربي والماثماتكس كانوا بيتعلموا مني والله، يعني كانوا بيحبوا. برافو عليكي، بشكرك. ناخد كاميليا معانا على التليفون، اتفضلي يا استاذه كاميليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا يعني عايزه ابدا كلامي موجه للدكتوره نسرين حلمي، المدرس بكليه التربيه الموسيقيه. وعايزه اقول لها يعني دكتور نسرين، حضرتك الفكره اللي حضرتك قدمتيها لمعالي الوزير كمشروع مقدم على مستوى جمهوريه مصر العربيه، انا عايزه اقول لك فكره المشروع دي فكره اساتذه قسم السولفيج بكليه التربيه الموسيقيه جامعه حلوان. تمام. واول اللي عمل البحوث دي، وحضرتك عارفه دكتوره نسرين، دكتوره كاميليا جمال، اللي انا الحمد لله سنه 2009 وخدت عليها جايزه من معالي وزير التربيه والتعليم احمد زكي بدر. جميل جدا، بشكرهم، لكن للاسف اتحطت في الدرج. بالظبط مش كده؟ ده اللي حصل. بالظبط. تمام. للاسف. أنا يا استاذه مفيده، عايزه اقول لدكتوره نسرين، حضرتك قدمتي مشروع ليس فكرتك بل فكره اساتذه اخرين. وحضرتك انا لما قابلت معالي وزير التربيه والتعليم وقلت له يا فندم دكتوره نسرين، الفكره اللي قدمتها لسيادتك دي فكره انا وزملائي بقسم السولفيج، ورغم ذلك احنا ما اتكلمناش وما قلناش ان دكتوره نسرين واخده الفكره دي مننا. طيب عملنا الفكره بتاعتنا. تمام، عملنا الفكره بتاعتنا وطبقناها في التربيه العمليه اللي هي قسم السولفيج في كليه التربيه الموسيقيه بيشرف عليها. جات دكتوره نسرين راحت واخده وطبقتوها في المدارس ولا لا يا فندم؟ حضرتك طبقتوها في المدارس؟ بس الدكتوره نسرين مدام كاميليا، هي دكتوره نسرين، انا واضح ان في اختلاف في الموضوع. واضح ان ممكن تبقى فكرتكم، بس في حقيقه الامر هي فضلت تسعى ان هي تطبقها
ووصلت لوزير التربية والتعليم وقدرت تطبقها، فده انت احنا ما بننكرش ان انت سهله والنفع في الاخر يعود على، انا قلت ان دي فكره موجوده منذ قديم الازل، منذ قديم الازل، وقلت ان عندنا دراسات سابقه كثيره في المكتبه ومن 82 وكانت يعني ما في دراسات، ما احنا الموسيقى العربيه وعندنا دراسات قد كده، بس مين اللي بينفذ على ارض ومين اللي فضل مصابر على ان هو هي كمان الفكره هي مشكوره طبعا دكتوره كمالي. هي قدمت كبحث للترقيه وفاز وترقت بيه وتركن على رؤوفه زي ما كل تركن. انا تخصصي في الكليه بيانو، بس انا مؤمنه زي ما انا مش دور موسيقي اني اعلم اله بس، الموسيقي اللي على حق انك تفضلي شامل شامل طبعا. احنا بناخد كل المواد بما فيهم الصلفيج بالظبط، فبالتالي انت فضلتي مواظبه على عشان نخرج ما نخرجش عن الموضوع ده، بس دخلتها كمشروع مشروع للتطبيق مش اني اخد بيها درجه علميه، ومع ذلك في ميزان حسناتها وحسناتك يا ستي عشان مدفع المصري للعلم والدين. يعني في الحقيقه انتوا الاثنين قلبكم على البلد، في الاخر انتوا عايزين تحسنوا التعليم، الموضوع مش موضوع خناقه يعني. بس ناخد معانا الاستاذ احمد على التليفون، اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا انا بحب كل الموجودين في الاستوديو وبعزي الشعب المصري كله. الله يخليك. طبعا. واتمنى انا كنت يعني اتمنى ان العزاء ما يكونش في الكنيسه، لان ما فيش فرق في مصر بين المسلم وبين المسيحي. طبعا. العزاء للمصريين يا فندم. لكله يا فندم. وكنت بتابع الحلقه والصراع اللي كان حاصل او الاختلاف اللي كان حاصل في المقدمه الاهليه، كنت بربط الكلام سيادة الرئيس امبارح في خطابه وهو بيقول ان هو بعت وزير الخارجيه لامريكا عشان يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته. واحنا فعلا الحقيقه محتاجين كل مسؤول في مصر ان يحط كل حدا قدام مسؤولياته، يعني ليك هوليك وجهه نظر وصلت يا استاذ احمد، ان كل مسؤول عن المسؤوليه اللي هو بيبشرها، واحنا بنشكر حضرتك. كلمه اخيره للمشروع ده زينب بقى سمعينا صوتك كده، ايه رايك في المشروع ده يا زينب الاول؟ حاسه ان هو لو طبق عندكم ممكن يجيب فايده؟ يتعمل اكيد، يا ريت يا ريت يتعمل. يعني انت حابه ان هو يتعمل كمدرسه موسيقى؟ ان شاء الله اكيد هيحصل تعاون بين اعضاء التدريس، الطلبه هيقبلوا اكتر. كان في طلبه اللي مش بييجوا بان هم حابين يغنوا او يعزفوا او وات ايفر، كنا بنجيبهم بالالعاب الموسيقيه لحد ما يحب الحصه، صحيح، بعدين ابدا اشتغل معاك. اذا دلوقتي كمان بقى في منهج، وفي منهج هو في منهج، تحس انك انت بتشاركي مدرسين كمان كلهم في المناهج، يعني انت بقى مدرس العربي ليكي دور، يا ريت يتفعل ويتعمم، يا ريت. صحيح دكتور، شايفه ان الخطوه، وده في اقل من دقيقه، الخطوه الجايه بعد كده في المشروع ايه؟ هتعمميه فين تاني؟ على كله، هو هيتعمم على كله، المدارس اللي فيها مدرسين موسيقى هيتم تدريبهم عليه وان هم يفعلوا، المدارس اللي ما فيهاش هندرب مدرسين اللغه العربيه، لان هو هيبقى بالنسبه له هيشرح مره حصه عادي، والمره الجايه هيستخدم يعتبر من السنه الدراسيه الجديده ان شاء الله الجايه ان شاء الله. طبعا انا بشكركم، بس انا عندي شكوى مهمه جدا ان انا اوصلها لوزير التربيه والتعليم. وفي مدرسه عمرو بن العاص، وده صديق لينا على الفيسبوك، مدرسه عمرو بن العاص اللي في الشرابيه، في مدرسه بتضرب البنات وبتصمم في اولى ابتدائي علشان خاطر ياخدوا دروس. المدرسه دي الاستاذه فاطمه. استاذه فاطمه، انت مدرسه ما بتعمليش اكتر من كده، لا يحق ليكي انك انت تمدي ايدك على الطلاب الموجودين عندك. مدرسه عمرو بن العاص الشرابيه، وده احنا لوزير التربيه والتعليم كشكوى رئيسيه، فاسمحي لي ان انا بالنيابه عن الوالد. وكذلك اللي قالت على الكتب مربيه الاجيال، يعني في الاسماعيليه يعني وزاره التربيه، اولا يا جماعه التربيه مش قبل ومش التعليم، ومش من حق المدرسين انهم يمدوا ايديهم على الطلاب. بشكركم، وبعد الفاصل بعد مع بعض نشوف ايه بقى منمونه معانا. فقره كل ولا تاكل معانا دكتور مهر دميس اخصائي التغذيه العلاجيه، وهنتكلم عن الرجيم واضطرابات الغدد بعد الفاصل. انا ملبخه في الوقت. الغدة الدرقية ليها يعني مشاكل كتيرة جدا، ولما ما بتبقاش شغالة في الجسم بتقلب شكل الجسم، وممكن تؤدي إلى سمنة شديدة جدا. إزاي
نقدر نكتشف ان احنا عندنا مشاكل في الغده الدرقيه ازاي. كل ده هتكلمنا عليه الدكتوره مهرة دميس النهارده. ازيك يا دكتور؟ نورتي يا دكتوره مهرة. بدايه فهمينا ايه الاضطرابات اللي بتيجي يعني اضطرابات الوزن اللي بتيجي نتيجه لاضطرابات الغده الدرقيه. هي دورها ايه في الجسم؟ زي ما انت قلتي ان الغده الدرقيه دي بنسميها المايسترو بتاع الجسم. هي موجوده هنا شكل الفراشه عند تفاحة آدم. الغدة الدرقية دي هي المفروزة اللي هي بتفرز لنا الكالسيتونين وهرمون الغدة الدرقية. فهي المسؤولة هرمون الغدة الدرقية ده هو اللي مسؤول عن أي خلل في الغدة بينتج عنه حاجة. لو حصل فيها ضعف وخلل تبقى هايبو ما تشتغلش، فيلاقي الشخص الأعراض في الأول لو بدري. في ناس ما بيقدروش يعرفوها كويس. حتى ممكن تروح لدكتور لو ما عملهاش تحليل صعب ان هو يوصفها. ليه؟ لان في الاول بيبقى خمول، نعس، مش عايزه تتحرك كده. لو سابتها بتبتدي بقى الاعراض تزيد، ضفره تتكسر، الشعر يتقصف، الشخص اللي نفسه كسلان، مفيش رغبه جنسيه، جسمها بارد سائع، زيادة في الوزن رهيبة لا يعني مش ماشي مع كمية. ليه زيادة في الوزن يا دكتور مع ان هي ما بتحرقش؟ هي بتتحكم كمان في الحرق، وكمان بتبقى الزيادة على الاقل كيلو بس اكتر لان هو مية مش دهن. بس هو كمان الشخص ما بيحرقش، فلما ما يحرقش تتوفر سعرات زيادة تبتدي تتراكم وتتخزن. يا اما ان هي بتشتغل بيحصل فيها خلل فتشتغل جامد جدا عالي فتبص عليها قوي، الشخص يبقى عصبي جدا ودمه حامي وكثير المشاكل وبيحرق جامد جدا وبيخس مهما ياكل. فالخلل يعني في الحالتين بيحتاج لعلاج، يعني لا تزيد قوي ولا تقل وظايفها. دي من نعمه ربنا عندنا ان هي تبقى مظبوطه الغده دي. لان هي اللي الهرمون اللي بتفرزه ده بيمشي في الدم، يمشي في الدم ياثر على كل اعضاء الجسم. تمام. فيمشي في الدم مثلا ياثر على القلب، اما يعمل ضربات قلب سريعه، يا ياثر على الكلى، يا ياثر على الكبد. يعني هو الهرمون وظيفته ان هو يمشي فبيأثر، فلو في اي خلل في الهرمون ده يأثر على طبعا اعضاء الجسم. يعني اول ما بتجيلك واحده خاسه قوي او ضوافرها بتتكسر او شعرها بيتغير بتقولي لا حللي لي غده درقيه. هو ليها كمان اعراض ثانيه، فطبعا لما بكشف عليها وبحسس وبكشف على رقبتها بطلب منها طبعا تحليل الغده الدرقيه. لان سواء كان نحافه او سمنه بيأثر فيها. نحافه او سمنه. لان ليه عوامل بتأثر، يعني مثلا ايه؟ اولا في الستات اكتر من الرجاله للاسف. الناس اللي بتتعرض للضغط العصبي بيحصل عندها خلل في الغده الدرقيه. طيب في بعض انواع من الادويه زي ادويه الاكتئاب تاثر على الغده الدرقيه، الاشعاع ياثر على الغده الدرقيه. الاكل، نوعيات من الاكل تؤثر برضو. كل ده هنعرفه بس ناخد معانا مها. يا دكتور ايه رايك نسمعها الاول نشوف هي عايزه ايه؟ مها. الو. اهلا يا مها. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. صحه الله وبركاته. ازيك يا مدام منى؟ اهلا وسهلا، معاكي مفيده. مش ازيك يا مدام مفيده، عامله ايه؟ الحمد لله. بصي انا كنت عايزه اكلم الدكتوره منى. سامعاكي يا حبيبتي. دكتوره مها. دكتوره مها. ام اخوات برضه. عايزه نظام تغذيه سليم امشي عليه عشان الضغط يضب، يعني الضغط بيبقى عالي. فانا عايزه اعرف ايه الاكل اللي المفروض ان انا اكله بحيث ان هو ما يعليش الضغط. اوكي. طيب حاضر يا مها، معانا الاثنين. الاكل والضغط. طب نرد على مها وبعدين نخش في موضوعنا. هو سؤال مهم جدا، لان في عيني ناس مرضى ضغط يبقوا بياخدوا الدواء ويقللوا الملح، انما ياخدوا الملح في دور مستخبيه فيرتفع برضو الضغط. فتروح للدكتور الضغط لها يبتدي يزود لها الدواء. هي كل مشكلتها في الاكل. يعني مثلا عندك الكورن فليكس ده مليان ملح. العجائن والمخبز كلها مليانه ملح، فتاخدي بالك الكورن فليكس اي حاجه بتتعجن الملح ما بنحسش فيه. يعني يقول لك الملح في الكورن فليكس ده اكتر من المكسرات اللي عليها الملح من بره، ده دوبك من بره فبتحسي بيه فما بتكتشفيش منه كتير. انما الحاجات اللي هي مخبوزات والعجائن بيبقى مليانه ملح من جوه. فالكورن فليكس بيعلي الضغط، العيش الكتير يعلي الضغط، طبعا المخللات والحوادق كل دي برضو بتعلي الضغط. مكسرات برضو الملح. المملح. طيب. بنقلل الملح بس ما بنلغيهوش، بس بننظم الوجبات. يعني مثلا احسن حاجة الصبحية مثلا يبقى فنجان فول وجنبيه ربع رغيف بلدي وخضروات كتيرة جدا جدا، علشان خاطر كمان بتخلي الجسم لو مخزن مية ينزلها. وبنعمل على الخضروات بس بنعصر عصرة ليمون. بعد 3 ساعات مثلا لو جاتي هتاخدي ثمرتين فاكهة. بنفضل يبقى فيهم بقى بوتاسيوم. ممكن تبقى مزايا، ممكن تبقى برتقانايه جوافايه،
بعد 3 ساعات هتاخدي وجبة الغداء. وجبة الغداء دايما بنقول نمنع فيها المقليات. ليه؟ لان احنا بنخاف على مريض الضغط ومريض السكر ومريض الكوليسترول من امراض القلب، لان ده مثلث بيؤدي لامراض القلب. فعشان نحمي الشرايين نبعد عن الالية، لان كل دهون الالية بتترسب على الشرايين. طيب المشروبات يا دكتور، يقول لك خد ما تاخدش جنزبيل، خد كركديه، ده صح؟ اه البارد بس ده مش كفايه. مثلا ما بقاش واحد ضغطه عالي جدا وهيفضل ياخد كركديه وما ياخدش علاج، لان في ناس ما بتاخدش علاج وتعتمد على الحاجات دي، فطبعا دي بتبقى مشكله. لا طبعا. فوجبه الغداء لازم يبقى فيها بروتين، لازم يبقى فيها نسبه من النشويات والخضروات والسلطه. يفضل في البروتينات السمك، اما نيجي نزود دهون هنفضل احسن حاجه مثلا زيت الزيتون او الزيت الحار على طبق السلطه، لانه بيعلي الحرق وبيدي احساس بشبع وبيجيب نتيجه هايله جدا في انقاص الوزن. طيب تمام، نرجع تاني بعد كده الفاكهه والعشاء يبقى زبادي، لان لقوا ان الحاجات اللي فيها كالسيوم بتقلل الضغط. حلو ده، كويس جدا. نرجع تاني موضوع الغده. تمام. حضرتك قلتي ان في اكل معين ممكن يسبب ان الغده دي ما تبقاش تشتغلش. يعني احنا هنتكلم اهم حاجه بتخص السمنه او بتؤدي للسمنه، اللي هي بنسميها هايبوثايرويديزم، يعني الغده ما تبقاش شغاله، تبقى كسلانه. في اولا الهرمون ده بيجي عن طريق الاكل اللي احنا بناكله. اليود بياخده من العيش والملح والسمك واللبن، وفي بعض انواع الاكل بتلاقيها حاطين عليها يود، فبيخش اليود ده في تصنيع هرمون الغده الدرقيه. كويس. طيب في انواع من الاكل بقى او نقص في نوعيات معينه من الاكل تؤدي لي تساعد على حدوث الهايبوثايرويديزم او انخفاض الدوره. من ضمنها مثلا نوعيه الاكل اللي مليان بالتسمم، بالكيماويات. تمام. الادويه المحفوظه، كل السموم دي بتؤثر على الغده الدرقيه، لحوم مصنعه مثلا، كلها دي. فعشان كده بنبعد عنها تماما، بنبعد عن التلوث والسموم اللي هو حتى في البياضات، في البياض، في الناس اللي هي بترش الشقه وبترش وتقعد فيها، تاخد بالها جامد جدا، ان كل ده بيأثر، بيعمل تسمم في الغده الدرقيه. في الغده. طب اسمحي لنا نكمل ده بس بعد ما ناخد معانا تليفونات. معانا منى، خد يا منى. مساء الخير يا منى. الو، معاكي دكتوره منى. اهلا يا حبيبتي، ازيك يا منى؟ الدكتوره منى، على فكره انا معجبه باسلوب حضرتك جدا يا استاذه منى. ربنا يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. ربنا يخليكي. انا عندي سؤال للدكتوره بس. انا مريضه سكر وفي نفس الوقت حامل. فعايزه نظام غذائي كويس يعني امشي عليه. السكر. انت خلص. حامل في كام شهر؟ في 3. في 3. طيب مبروك. دكتوره منى هترد عليك يا منى، واشكرك جدا على سؤالك، سؤال مهم جدا. ناخد هاجر. اهلا ثاني هاجر، اتفضلي. طيب خط قطع، نرد على منى. طيب دكتوره هي طبعا حامل، ففي اول 3 شهور بنقلل خالص كميه الانسولين او ممكن نشيلها خالص، لان الجنين بياخد من الاكل واثناء ويبقى في تكوين المشيمه، وبنحتاج لنوعيات معينه من الاكل اللي هي غنيه بالفوليك اسيد او الحديد، فبنهتم جدا بالبروتين. طبعا بيصاحب اول 3 شهور كمان بيبقى في غمامه النفس، مفيش نفس للاكل، في ترجيع، فبناخد بالنا ان احنا نبعد عن كل الحاجات اللي هي فيها مسبكات، فيها حوادق، فيها مخللات. فهننظم وجبتها اول ما تقوم من النوم، من قبل ما بتحرك الست من على السرير، السيده الحامل بننصحها يبقى جنبيها، وحتى لو هي عندها سكر عشان غمامه النفس، بسكوتايه ده أو اللي هي بقسومات او بقسومات سن. ولانها مريضه سكر فاحنا بنبقى ايه مركزين شويه على كميه ايه الحاجات الحلوه، النشويات بنفرملها شويه. هتاخدي الصبح ممكن فنجان بليله ومعاه فنجان لبن منزوع الدسم عشان اللبن، او تاخدي زبادي منزوع الدسم وجنبيه ربع رغيف بلدي ومعاه بضايه او شريحه جبنه. بعد 3 ساعات هتاخد كوبايه لبن منزوع الدسم وفاكهيه. بعد 3 ساعات هتاخدي وجبه الغداء، فيها لازم شوربه خضار، فيها خضار وسلطات وبروتينات، وثلاث معالق رز، ثلاث معالق مكرونه. بعد 3 ساعات هتاخدي طبق السلطه، ونحط على دايما طبق السلطه جبنه او زبادي على اساس الكالسيوم. صحيح. العشاء بالليل يفضل لو انت بتحبي عشان خاطر الحموضه، او ان في بعض الاحيان بيبقى في ميل لغمام النفس برضو بالليل، فدايما بيبقى حاجات خفيفه. ممكن يبقى فاكهه ومعاها زبادي، ممكن يبقى فاكهه ومعاها لوز،
بين الوجبات لو جاتي ممكن تاخدي مكسرات عشان ناخد الفيتامين قصدي الحديد الدهون اللي الجسم محتاجها. الترمس والحمص فين يا دكتوره؟ بس هي اكتر محتاجه للاستنشاف فاتي اسيد الدهون دي محتاجة. وتزودي على طبق السلطه بقى معلقه زيت زيتون على الاقل 3 معالق زيت زيتون، لان زيت الزيتون ده اهم انواع الزيوت اللي هي بتخش في تكوين المخ بتاع الطفل والعينين. معانا اميره على التليفون. اميره اهلا وسهلا. اميره اتفضلي. أنا مساء الخير. مساء الفل. أنا تمام الحمد لله حبيبتي. ازيك يا منى اخبارك ايه؟ الحمد لله يا أميرة أهلا بيكي. أولا أنا عايزة أنهي مصر في شهدائنا اللي في ليبيا وإن شاء الله ربنا يعوض. يا رب يكون برد ناركو كمان في القليوبية اللي كان في أحداث فيها برضه يعني بنعزيكوا يعني. أمين يا رب. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتورة مها معاكي. مساء الخير يا دكتور، إزي حضرتك؟ مساء النور يا حبيبتي. بس يا دكتور هو انا مريضه نفسيه عندي اكتئاب فباخد مضادات اكتئاب وده مسبب لي زياده في الوزن رهيبه جدا. بحاول اعمل الجيم بس بصراحه ما بنزلش الوزن كتير فمش عارفه اعمل ايه. حاضر يا اميره. سؤالك الجيم علشان تنزلي. استاذه سوريا مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. انا طبعا بعز الاول الشعب المصري كله طبعا بضحايا الارهاب الغادر واحنا كمان عايز اسال الدكتوره على حاجه. ممكن دكتوره ماها معاكي اتفضلي. طب شكرا. ايوه دكتوره سامعاكي اتفضلي. انا كنت من حاجه 98 كنت رحت للدكتور ولقى رقبتي فيها ورمه كده شويه فرحت خلاني عملت تحليل غده وطلع الغده كويس وبعدين خلاني عملت سونار ورجعت اخدت عملت مسح ذري وخوداني الدكتور خد عينه من رقبتي وحللناها في معملين فطلعت الحمد لله كيس ميه وقال لي ما تعمليش لي اي حاجه وسيبيه كده. بصيت لقيت من سنتين لقيت عندي الغده بخس جدا والاعراض اللي حضرتك قلت عليها هي الاعراض عندي فمشيت مع دكتور دلوقتي بيديني برشامتين الصبح وبرشامتين بالليل تمام فبرضك لقى النسبه بتزيد فقال لي ايه تعملي عينه ناخد عينه من رقبتك عشان خاطر نشوف النسبه بتزيد ازاي. فانا ما عملتش العينه لسه دلوقتي رايح حضرتك ايه؟ يعني الدواء كفايه بتاخد حبيتين الصبح حبيتين بالليل. طيب دكتوره اعتقد لازم تعمل العينه. لازم طبعا تعملي عينه ولازم تتابعي مع دكتور وتعملي يعني مفروض ان احنا لما بنكتشف او بنقلق من اي حاجه بنعمل تحاليل باستمرار كل 3 شهور. يعني مثلا مريض الكبد اللي هو حتى لو لا اي مشكله في الكبد او مريض فيروسي لازم يعمل سونار كل 3 شهور. مريض الغده الدرقيه لو في اي حاجه واضطرينا ناخد عينه يبقى لازم بنتابع. الاهمال في صحتنا بندفع ثمنه جامد جدا. الاكل هيساعد خير بس الفيتامينات والمعادن هي اللي مهمه. نوعيه الاكل بس قبل كل شيء طبعا العلاج. اذا هي تعمل تاخد عينه وتحاول تعمل تاني لان هي من واضح ان الغده عندها مش مظبوطه فلازم نعرف ايه السبب ولازم تعملي التحليل ولازم تعملي السونار وتتابعي مع حد عشان نظبط الغده وبعد كده بنكملها بنوعيه الاكل. كان في سؤال اميره بقى دكتوره الرجيم عشان هي عايزه تنزل الوزن. هي عندها اكتئاب. مشكله مريض الاكتئاب فعلا في الادويه اللي بياخدها لان الادويه دي غصب عنه بتفتح النفس فبياكل غصب عنه. طيب نعمل ايه؟ لو ما خدش الاكل صح هيزيد الاكتئاب فهيضطر الدكتور يزود العلاج هتزيد الشهيه. هتبص تلاقي في الاخر بيدوا كميه ادويه رهيبه علشان الاكتئاب ده مرض لو ما تعالجش ممكن شخص بيخش مسات الرب في انتحاره كده. بس نوعيه الاكل اللي تاكليها ايه بقى؟ من الدهون هقول لك خدي الزيت الحار لان الزيت الحار بيحسن المزاج جامد جدا جدا. من البروتينات هقول لك خدي السمك على الاقل 3 ايام في الاسبوع سمك. لازم وجبه تبقى عباره عن نشويات مكرونه وخضار وسلطه او رز وخضار وسلطه كميه وهتحط عليهم معلقه زيت زيتون. ده لازم وجبه اثناء اليوم وليكي يوميا الصبح او بالليل في اكتر فتره بقى يعني وانت بتصحي متاخر وبتسهري بالليل واغلب برضو مرضى الاكتئاب بتلاقي عندهم المشكله دي لو هما بيشتغلوش
على بيل ممكن الصبحيه مثلا ما تصحي لو مزاجك مقريف او بالليل بتبقي مقريفه اكتر هتاخدي مكعب شوكولاته ده هيفرق بقى الدارك شوكولاته. الطريقه دي لو نظمتي الوجبات كده ونظمتي الدهون دي ونظمتي هتبصي لنفسك من غير ما تبقي تحت ضغط عصبي ولا تسير هتخسي. طيب اسمحي لي نطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل. ده كده ايه ده الوقت بقى خلص بسرعه ده مفيش فاصل. دكتوره ما شرفتينا نورتينا وشرفتينا ميرسي ومعاكي الوقت النهارده معلش مش 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 متوفر بس المره الجايه نكمل موضوع الغده كمان ان شاء الله. اشكر حضرتك ميرسي جدا وبعد الفاصل تعالوا مع بعض نشوف مطبخنا فيه ايه بعد الفاصل.